النهارده صدر حكم بحبس إمام عاشور لمدة 3 سنوات من لصالح نادي غزل المحلة. الخبر انفرد به الوطن عاجل الحكم على إمام عاشور بالسجن 3 سنوات. أكد حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة حصول النادي على حكم ضد إمام عاشور لاعب الفريق الأول غزل المحلة السابق واللاعب الآن بنادي الزمالك. وكشف حسام عزو في تصريحات خاصة للوطن كواليس أزمة نادي غزل المحلة مع اللاعب، وقال عزو: اتفقنا مع نادي الزمالك على الاستغناء عن اللاعب مقابل 12 مليون جنيه بحيث يدفع 10 ملايين بينما يقوم اللاعب بدفع مليونين، إلا أن إمام عاشور نصب عليهم. وقال الراجل: عاشور دفع 500 ألف جنيه فقط وطلب تقسيط 1.5 مليون على 3 دفعات ولكنه تخلف عن سداد جميع الدفعات مما جعلنا نلجأ إلى النيابة، واليوم صدر حكم بحبسه 3 سنوات. طبعا ده حكم أول درجة، وكمان المستند بحبسه نشره الوطن أهو زي ما هو قدامكم. إمام عاشور يواصل تجاوزاته، وكمان طلع نصاب وما اداش فلوس غزل المحلة وخد حبس 3 سنوات. ده بس خبر مهم جدا جدا جدا.